خسارة ثانية على التوالي، الزمالك يتراجع طواعية وغضب جماهيري مستحق. دون إبداء أسباب، الزمالك يخسر مرة تانية على التوالي والأداء لسه سيء. في مباراة إنبي حمل الجميع اللاعبين مسؤولية الهزيمة، ولكن في مباراة طلائع الجيش الأمر مختلف. تشكيل فيريرا وتغييراته كان عليها أكتر من علامة استفهام، والزمالك في مباراتين بلا أي حلول. وطبعا معظم اللاعبين ما زالوا خارج نطاق الخدمة، وأحيانا بعاد تماما عن تحمل المسؤولية. في المقابل طلائع الجيش مع مدرب قدير رسم الرسمة وطبقها بالحرف، دافع 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 وسجل وارجع تاني دافع دافع دافع. أيوة أنا كده وعجبني كده، أنا طارق العشري.